تعتبر رقصة العلاوي أحد أبرز معالم الفلكلور في الجزائر، ولا تزال سفيرة الثقافة الجزائرية الشعبية، وتؤدى هذه الرقصة الشعبية في الغرب الجزائري في المناسبات. والعلاوي رقصة فنية خاصة بالرجال، تعتمد على الرشاقة والحركة وسرعة التنسيق، وتؤدى على شكل صفوف على أنغام الغايطة وقرع البندير، من حين لآخر يقوم الرجال بالتوقف عن الحركة ثم يبدأون بدك الأرض بأرجلهم إثباتا لصلابتهم ممسكين بالعصا رمز السلاح. أما تقنيات العلاوي رقصة الحساب، فهي تقنية موحدة إلا أنها تختلف من حيث الحساب، وهي السبيسية، العريشية، الخميسية، البنت أو الصقلة. أما السبيسة فهي 3 ضربات متتابعة بالرجل اليمنى في الغالب، والعريشة هي الأخرى 3 ضربات متفرقة بالرجل، والخميسة هي 5 ضربات متتالية، والبند أو الصقلة ضربة واحدة. يمكن أن تتوقف أو تبدأ الرقصة من جديد. الحركات المرافقة هي حركة الكتف التي تعبر عن شجاعة الرجل، لأن رقص المرأة يتميز كثيرا عنه، وتتخصص النساء بالزغاريد دائما خلف الأنظار وفي مكان خاص بهم. الزغاريد هنا هي تعبير عن تشجيع الرجل الذي غالبا ما يكون زوجها، ولا يمكن للمرأة أن تزغرد على جماعة تلعب الفلكلور إلا إذا تواجد وسطها فرد من أقربائها أو زوجها.